السلام عليكم وأهلا بكم بالمحاضرة الأولى في مادة الـ Probability and Statistics بالكورس الثاني، وراح نبدي في موضوع الـ Statistics اللي هو الإحصاء. وقبل لا نبدي بهذا الموضوع، أكو مجموعة كتب نزلت بالكلاس. هذه الكتب هي راح تعتبر المصادر اللي ممكن تعتمد عليها في دراسة مادة هذا الكورس الـ Probability and Statistics. هذين الكتب بهن مجموعة أمثلة ومجموعة أسئلة تستفاد من عدهن في يعني زيادة فهمك لهذه المادة، يعني مو بس الاعتماد على المحاضرات، أكيد ما راح تقدر تسيطر على المادة. يعني من الأفضل أنه تراجع هذه الكتب المصادر وتشوف المواضيع الخاصة اللي لها علاقة بالمواد اللي راح ناخذها فقط، وتشوف الأمثلة والأسئلة اللي متعلقة بها. بالنسبة إلى موضوع الستاتستيكس، فهذا هو الحقيقة موضوع مرتبط بكثير من المجالات. أنت كمهندس تحتاج بعدين لما يعني تكون في عملك انه تقدم تقرير فد ريبورت معين الى اشخاص. هذا الريبورت بمجموعة يعني من المعلومات الداتا، عدد يعني كمية كبيرة من المعلومات، فما ممكن مراجعة هذه المعلومات بالتفصيل. المفروض الريبورت ينطي فد فكرة عامة عن العمل اللي انت جاي تقوم به. فلذلك يستخدم مبدأ الإحصاء في ترجمة هذه المعلومات إلى أشكال أو إلى أرقام معينة تشير بشكل عام إلى كل الـ collected data اللي موجودة في هذا الريبورت. فدراستنا للإحصاء راح تكون مفيدة إنه نعرف شنو نوعية الداتا اللي يجب أن تجمع، إيش قد كميتها، شلون نقدر نحصل على ملخص لهذه الداتا، شنو البارامترات او الكوفيشنت اللي لازم نحسبها حتى تبين لي صورة عامة او تعطيني صورة عامة لهذه الكولكتد داتا اللي جاي اشتغل عليها. لانه هاي يعني البارامترات اللي راح احسبها في مادة الاحصاء الحقيقة راح تنطيني ناتج عن كل هذه الداتا بشكل مختصر. قبل لا نبدأ بالبارامترات اللي لازم نحسبها في دراستنا، خلينا نعرف شنو أنواع الداتا اللي ممكن احنا نجمعها ونشتغل عليها في موضوع الإحصاء. الداتا عادة تقسم إلى نوعين. النوع الأول اللي هو نوع يعني عددي، كم يعني داتا عددية اللي هي أرقام اللي يسمونها الكوانتيتيتيف. والنوع الآخر اللي هو يعني أصناف نقدر نسميها، أو هي معلومات خاصة بأنواع ويسمونها الكواليتيتيف، يعني يا إما كوانتيتيتيف يا إما كواليتيتيف. الكوانتيتيتيف تقسم إلى نوعين الحقيقة. القسم الأول اللي هو discrete والثاني الكونتينيوس. حال الأرقام، بما أنه إحنا قلنا هي الكوانتيتيتيف هي أرقام، فبالمقابل الأرقام ممكن تكون يعني integers، مثلا عدد الأطفال بالعائلة، عدد الحوادث السيارات اللي تحصل في طريق معين في يوم ما، وهكذا من الأمثلة هذه اللي هي أرقام يعني integer ومحددة. وبالمقابل قد تكون هذه أرقام يعني الـ continuous نقصد بها إنه هي in between، يعني ممكن إنه مثلا درجات الحرارة يعني 25.6 مثلا 6 أو 31.2، فمو أرقام integer يعني مو عدد معين، وإنما in between ممكن إنه نحصل على continuous كيرف إذا نريد نرسمهم. هاي بالنسبة إلى الداتا الكوانتيتيتيف. أما بالنوع الآخر اللي هو الكواليتيتيف، ف
الكوانتيتيف يشمل مواصفات خواص مثل ما قلنا هي فد انواع معينه مثلا البيرسون جندر الجنس جنس الاشخاص ذكر او انثى الماريتال ستيتس الهوم تاون اي معلومات تخص فد يعني موضوع معين نريد نجمع عنه داتا فهذه المعلومات اللي هي اصناف او انواع راح تعتبر من الكواليتاتيف داتا ممكن ان نعبر عن الكواليتاتيف داتا بارقام مثلا اذا قلنا انه رقم واحد يشير الى الميل وال رقم اثنين يشير الى الفيميل في هاي الحالة هذه الارقام لا يمكن ان نجمعها او ندخلها في عمليات رياضية لحسابات معينة وانما هي مجرد اشارة الى نوع فتعتبر يعني تعتبر حالة حال الكلمة في هاي الحالة وليس لها اي معنى رياضي اكو نوع اخر من الداتا اللي هي غير الكوانتيتيف والكواليتيتيف داتا اللي يسمونها بالاوردينال الاوردينال شنو هو ميكس بتوين ذا تو تايبس يعني هي لا هي نوميريكال ولا هي كاتيجوريكال وانما هو خليط بيناتهم مثلا من نريد نسوي عمليه ريتنج لمطعم معين عمليه ريتنج لفد ابلكيشن معين وهذه الريتنج منطينا سكيل من الصفر الى الاربعه او من الواحد الى الخمسه حسب الجوده مالته فهاي الحاله هذه الواحد من الصفر للأربعة أو من الواحد للخمسة هي في الحقيقة هي مو أرقام لأنه كل رقم من هاي الأرقام يشير إلى فد يعني صنف معين كاتيجوري معين يعني هل إنه هو bad يعني good very good وهكذا فهذه الأرقام في الحقيقة هي ليست يعني أرقام تعتبر quantitative داتا وبنفس الوقت هي ليست كواليتاتيف داتا ليش لانه هذه الارقام هي تعني معاني معينه وليست هي ارقام يعني كارقام انتجر او غيرها لكن في نفس الوقت هي على الرغم من انه يمكن يعني تعني معاني معينه او لها معنى كجوده او غير شيء لكن ممكن اجراء عمليات رياضيه عليها يعني انا اقول انه اسوي عمليه ريتنج من الصفر للاربعه وراح ينطيني فد مجموعة داتا لمجموعة أشخاص مثلا خلينا نقول 100 بيرسن سوينا عليه فد يعني اكسبيرمنت انه نسوي فد سيرفي معين ويسوي عملية ريتنج لمطعم مثلا فهذه الأرقام اللي راح ينطيني اياها ال 100 شخص ممكن أجمعهن حتى أطلع الأفرج لكن هذه الأرقام هي لا تعني انه هي فد أرقام حقيقية وإنما هي كل رقم إلها معنى هل هو good poor very good bad وهكذا بعد ما أخذنا فد فكرة عامة عن أنواع الداتا اللي ممكن نتعامل معها في هذا الموضوع نجي إلى طريقة حساب البارامترات الخاصة بالستاتستكس وراح ناخذ أول نقدر نقول مجال في مجالات الستاتستكس اللي هو حساب المركز الميجرز اوف سنتر والميجرز اوف سنتر هذا ممكن يعني نحسبه باكثر من طريقه ممكن من اجل انه نعبر عن السنتر اوف يعني جروب اوف داتا هذه الداتا اللي عندي انا اريد اعبر عن السنتر مالتها بطريقه معينه مو بس طريقه واحده وانما اكثر من بارامتر يشير الى السنتر اوف ذيس داتا بشكل عام راح ناخذ في هذا الفصل ثلاث انواع من الميجرز اوف سنتر اللي هي المين الميديان والمود طبعا بشكل اكثر استخدام واكثر وضوح اللي هو الميديان and mean اللي إلها معاني ممكن نستفاد من عدها في فهم الداتا اللي موجودة عندنا وبشكل أقل المود اللي هو في الحقيقة مو في الطريقة حسابية وإنما هي في مجرد ملاحظة هذه الداتا بشكل عام نجي إلى تفاصيل هذين الأنواع من حسابات السنتر وشلون نقدر نطلع الأرقام الخاصة به تشي بارامترات
المين، وهذا فشي احنا نعرفه اعتقد وماخذينه، اللي هو ايضا نسميه الافرج. اذا كانت عندنا مجموعه من الداتا هذه نيوميريكال داتا واريد اطلع الافرج مالتنا او اللي راح نسميه المين فاليو، فبشكل مبسط انه انا راح اجمع كل الداتا اللي موجودة عندي، هاي x1 x2 x3 x4 الى xn، هي عدد يعني مو عدد وانما الداتا اللي موجودة عندي، يعني كل وحدة من هاي الاكسات هو رقم موجود بهذا الداتا. ايش قد عندي انا يعني داتا موجودة، 10 ارقام، 15 رقم، 100 رقم، 1000 رقم، فكل واحد من هذين الارقام هو واحد من هذين الاكسات اللي موجوده x1 x2 x3، فاجمعهن كلهن هذين الارقام واقسمهن على عددهن. فاذا كان عندي مثلا 10 ارقام راح اجمع هذين ال10 ارقام كلهن سويه واقسمهن على 10، اذا كان 100 اجمع ال100 رقم هذين واقسمهن على ال100 وهكذا. اذا طريقه حساب الافرج او المين هو يعني مو جديده واحنا ماخذينها، وهذه في الطريقه مفيده جدا لمعرفه الـ يعني الصورة العامة لهذه المجموعة من الداتا. معرفة الصورة العامة يعني أنا أنطي رقم واحد يشير إلى هاي المجموعة من الداتا بشكل عام، يعني لما عندي أرقام مثلا 10 أرقام وأنا أنطي الأفريج، فأنا أنطي فكرة للمقابل إنه يابا هذه الأرقام اللي عندك هي تتراوح حول هذا الرقم اللي هو المين فاليو او الافريج فاليو. طبعا لا يمكن الاعتماد بشكل يعني وحيد على هذا البارامتر، يعني مو بس هو هذا الشيء اللي اقدر انا انطيه للشخص المقابل ويقدر يفتهم هذه الداتا، لا يعني ما ممكن الاعتماد عليه، لانه ممكن الارقام اللي يسمونها الاكستريم فاليوز، هذه الاكستريم فاليوز واللي راح نسميها اوتلايرز وراح ناخذها في ان شاء الله بنهايه هالمحاضره او المحاضره اللي بعدها اذا ما لحقنا. هذه الاكستريمز فاليوز او الاوتلايرز يعني ممكن ياثرا على الافريج فاليو، شلون انه هذا الرقم يكون مثلا كلش قليل مقارنه بالارقام، مثلا اذا كان عندي 10 ارقام وواحد من هذين الارقام كلش قليل مقارنه بالتسعه الباقين، فهذا راح يسحب الافريج فاليو او المين فاليو باتجاهه. لذلك لا يمكن الاعتماد يعني بشكل كامل على هذا البارامتر، وانما يجب انه نضيف له الى نضيف يعني نضيف اكثر بارامترات تشير او تنطينا صوره واضحه عن المجموعه مال الداتا اللي انا اتعامل بها. البارامتر الاخر في الميجرز اوف سنتر اللي هو الميديان، وهذا الميديان لا يحتاج الى عمليه حسابيه، وانما مجرد انه راح ناخذ مجموعه الداتا هذه اللي عندنا نرتبها يا اما تصاعديا يا اما تنازليا، يعني من اصغر رقم الى الاكبر او من الاكبر الى اصغر رقم موجود بهن، وبعد ما نرتب هذني الارقام تصاعديا او تنازليا راح نشوف العدد الوسط، يعني مثلا اذا كان عندي مثلا 9 ارقام فالوسط مالتهم هو الرقم الخامس. طبعا بعد ما ارتبهم ننتبه بعد ما ارتبهم تصاعديا، ننتبه على الملاحظه انه نرتبهم يا تصاعديا يا تنازليا، بعدين نجي نلقى الرقم الوسط. فاذا قلنا اذا هو 9 ارقام، اذا كان عدد الارقام اود فراح نشوف الوسط بسهوله، انه هو هذا منتصف يقسم الارقام الى نصفين متساويين، اذا كان 9 فهو الخامس، إذا كان 11 فهو السادس وهكذا، يقسم الأرقام إلى قسمين متساويين. أما إذا كان عدد عدد الأرقام even زين، فطبعا إذا كان even المنتصف مالتنا راح يكون منتصف بين اثنين، يعني مثلا إذا كان 12 فالمنتصف صاير بين الستة وبين السبعة زين، فبهاي الحالة الميديان هو عبارة عن مجموع هذين الرقمين اللي بالمنتصف السادس والسابع مثلا إذا كان عندنا 12 ونقسمهن على 2. فننتبه إذا كان اود اكو رقم يقسم الأرقام إلى نصفين متساويين، إذا كان ايفن
راح يكون المنتصف بين رقمين، راح ناخذ هذين الرقمين نجمعهم ونقسمهم على 2. اذا كان مثلا 8 ارقام عندي مجموعة الداتا هي 8 ارقام، فانا اشوف ان المنتصف هو بين الرابع والخامس، فاخذ الرابع زائدا الخامس وقسمهم على 2، هو هذا الميديان. وقلنا هو يقسم الارقام الداتا مالتي الى قسمين متساويين. الحد الثالث او البارامتر الثالث اللي هو المود، وهذا حقيقة يعني مو في التعبير رياضي بقدر ما هو صفة لمجموعة هذه المجموعة من الداتا اللي موجودة عندي، يعني هذا مو في الطريقة احسبها، وانما مجرد انه هو مجرد اباوع اخذ نظرة على المجموعة هذه من الداتا اللي عندي حتى اعرف المود. المود هو عبارة عن يا رقم متكرر اكثر من الباقيات، يا رقم من هذين الارقام، يا فاليو من هذين الفاليوز اللي موجودة بالداتا متكرر اكثر من الباقيات. قد يكون يعني مثلا اكثر من رقم متكررات بنفس المقدار، يعني مثلا عندي رقمين متكررات كل واحد من عندهم 5 مرات، فاذا عندي 2 modes بهاي الحالة. اذا قد يكون 4 ارقام هنا متكررات نفس العدد، يعني 4 ارقام كل واحدة متكرر مثلا 6 مرات من هذين الارقام، فاذا عندي 4 modes. او انه ماكو كلهن متساويات، يعني كل واحد مذكور مرة واحدة فقط، بهاي الحالة ماكو مود. فننتبه الى انه المود هو مو في طريقة حسابية بقدر ما هو في نظرة عامة عن الرقم المتكرر اكثر من غيره في مجموعة الداتا اللي موجودة عندي. ناخذ مثال تطبيقي على هذين الحساب، هذين الثلاث البارامترات اللي موجودة عندي، find the mean, median and mode. الرينج بعدنا ما ماخذينه، يعني نتجاهله حاليا الى ان نوصل الى بالموضوع اللي بعده. of the following list of values 13 18 13 14 13 16 14 21 و13. طبعا هذين الارقام اذا شوفن ما مترتبات بشكل تصاعدي او تنازلي، وانما هو راندوملي متوزعات هذين الارقام. بهاي الحاله من اريد احسب المين فاليو فلازم اجمع هذين الارقام كلهن، وطبعا انا عندي 9 ارقام هنا عددهم 9، فاجمع هذين الارقام واقسمهن على 9، راح يطلع عندي 15 هو قيمة المين فاليو اوف ذيس سيت اوف نمبرز. طبعا شوف انه ال 15 هو هذا ما موجود من ضمن هذين الارقام، يعني معناها انه المين فاليو مو شرط انه واحد من هذين الارقام، وانما هو المعدل لهذين الارقام. اذا اردت احسب الميديان راح اصفط هذني، ارتب هذني المجموعة من الداتا بشكل تصاعدي او تنازلي حسب ما انت تريد، واشوف المنتصف مالتين، فهم 9، معناها هو العدد الخامس هو المنتصف واللي يقسم لي الداتا هذه الى قسمين متساويين، فراح ارتبهن اشوف انه اكو 4 13 2 14 16 18 و21. اروح للعدد الخامس اللي هو 14، اذا الميديان في هذه الحالة هو 14. اما بالنسبة للمود فاخذ نظرة على هذه الاعداد اللي موجودة عندي، راح اشوف انه 13 متكرر 4 مرات اكثر من الرقم الثاني اللي هو 14 متكرر 2 مرات والباقيات على مرة، فاذا الرقم 13 هو المود، فاقول انه بهذه الحالة المين 15، الميديان 14، والمود 13. هذه هي البارامترات اللي تشير الى المنتصف المركز، عفوا measures of center. طبعا اذا اردت احسب الميديان ف يعني عاده اذا كان الفرديات مثل ما قلنا، فعدد اذا كان الفرديات عدد الداتا، يعني قد عندي داتا موجوده ايش كم فاليو 5 10 15 20 بهذه المجموعه، عددهم زائد 1 واقسمه على 2 راح يطلع لي الميديان. اذا كان even فمثل ما قلنا انه من راح اقسمهن على 2 راح يطلع لي فد شيء بالمنتصف، يعني مو بين رقمين وليس رقم، بين رقمين، فلازم اجمع هذين الرقمين اللي هو بيناتهم واقسمهن على 2. مثال اخر اللي هو the age of several
randomly selected customers at a coffee shop were recorded. Calculate the mean, median, and mode for this data. ومنطيني مجموعة من الأرقام التي تشير إلى أعمار مجموعة من الكاستمرز اللي موجودين في كوفي شوب، ويريد أحسب المين الميديان والمود of this group of data. مجموعهن 12 رقم، فأجمع هذني الأرقام الـ 12 وأقسمهن على 12 راح يطلع عندي المين فاليو. بالنسبة للميديان، الميديان بما انه هو اثناعش رقم، فالمنتصف مالته راح يكون بين السادس وبين السابع. اذا ارتبهم تصاعديا فالسادس 24 والسابع 24، فاجمع 24 زائدا 24 على 2 ويطلع عندي قيمة الميديان. اما بالنسبة للمود، فمن راح ارتب هذني الارقام تصاعديا راح اشوف انه اكو 2 متكررات 21، 2 23 و 2 24، في حين انه باقي الارقام متكررة على وحدة وحدة. اذا عندي 3 مود بهاي الحالة اللي هو ال 21 23 و 24. هذه بالنسبة الى الميجر اوف سنتر. الطريقة الاخرى لدراسة اي group of data، مو فقط حساب المجر of center، وانما الطريقة الاخرى ايضا اللي هو حساب المجر of variation، لانه في يعني كثير من الحالات حساب المجرز بالنسبة للسنتر فقط لا يشير او لا يعطي صورة واضحة لهذه المجموعة من الداتا. قلنا اذا كان اكو outliers ف اللي هي الاكستريم فاليو، فالارقام متطرفه جدا عن المجموعه، فهذه راح تؤثر على القيمه، قيمه المجر اوف سنتر. فلذلك نستخدم البارامتر الاخر اللي هو المجر اوف فاريشن، ونفس الحاله راح ندرس ثلاث انواع من المجر اوف فاريشن اللي هو الرينج، الانكوارتايل، والستاندرد ديفيشن. نجي نعرف كل واحدة من هذني البارامترات شلون راح نحسبهن وشنو معناهن. بالنسبة للرينج، فالرينج لأي مجموعة من الداتا طريقة سهلة لحسابهن، اللي هو يعني معناها إيش قد المدى اللي تتغير بهن هذني المجموعة من الداتا. زين، إيش قد المدى اللي تتغير بهن هذه المجموعة من الداتا؟ فراح اخذ الماكسيمم فاليو ناقصا المينيمم فاليو يساوي لي الرينج. معناها انه هذه الداتا راح تتراوح يعني تتغير هذه المجموعه من الداتا من اعلى قيمه الى اقل قيمه. فالماكسيمم فاليو ناقصا المينيمم فاليو بالمجموعه من الداتا هذه، وهذا هو راح يساوي لي الرينج. يعني ارتبهن ترتيب تصاعدي وانقص اعلى قيمه من اقل قيمه ناقصا اقل قيمه، هذا هو الرينج اللي عندي. طبعا الرينج هذا ما يعني يفيدنا بشكل كبير، مثلا اذا كان عندنا مجموعه من الطلاب ومسوي لهم مجموعه من الكويزات الامتحانات، وكان الافرج بالنسبه الى واحد من هذول الطلاب 75%، فاي لما اقول انه مثلا اكو طالبين الرينج عفوا اكو طالبين الافرج مالتهم مالت الكويزات الخمسه او السته او السبع كويزات اللي عندي، هذني الافرج مالتهم 75%، المقابل راح يفهم انه هذول الطلاب اثنيناتهم درجاتهم متساويه، لانه الافرج للارقام او الافرج للدرجات اللي محصلينها بالكويزات الخمسه او السته او السبع كويزات هم 75، فإذا هذول متقاربين بالدرجات أو متساويين بالدرجات. لكن قد يكون الحال إنه هذن الست كويزات أو السبع كويزات اللي ممتحنينهم هذول الطلاب الاثنين، واحد من عندهم الرينج مات الدرجات يتراوح مثلا من 70 إلى 82، في حين الطالب الآخر قد يكون درجات السبعة أو الثمانية اللي محصلهم بالامتحانات هذني هو من 24 إلى 90. فممكن هذني يعني الـ two groups أو الـ two sets of data
يعطينا نفس الافرج لكن الرينج مالتهم مختلف. لذلك يعني لا يمكن الاكتفاء بمعرفة الميجرز اوف سنتر، وانما نحتاج الى معرفة الميجر اوف فاريشن، واول واحد من عندهم كان هو الرينج. البارامتر الاخر اللي هو الانر كوارتايل رينج، وهذا قبل لا نفهم شنو هو الانر كوارتايل رينج خلي نعرف اكو انواع اخرى من 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 هذا الرينج. الانر كوارتايل رينج حقيقه هو وغيره اكو اكثر من طريقه لتقسيم الداتا، اللي هو يقسمون الداتا الى مساحات متساويه او مسافات متساويه. اكو مو بس الانر كوارتايل، وانما اكو بيرسنتايل، اكو ديسايل، او اكو اضافه الى الكوارتايل. البيرسنتايل اللي هو يقسم لي الجروب اوف داتا هذه الى 100 قسم متساوي. فاذا كان عندي يعني مثلا 200 رقم، فانا راح اقسم هذين ال 200 رقم الى 2 2، هذا كل واحد من عندهم يسمونه البيرسنتايل. يعني قسمت الداتا مالتي الى 100 قسم متساوي. طبعا بهاي الحاله ايش كم بيرسنتايل موجود بالجروب هذا؟ راح يكون 99. بالمقابل الديسايل هو اللي يقسم لي الداتا الى 10 يعني اجزاء متساويه، 10 اقسام متساويه. وبهاي الحاله راح يكون عندي 9، يعني النمبر اوف ديسايلز اللي موجوده راح يكون 9 اللي يقسم لي هذه الداتا الى 10 اقسام. طبعا بهاي الحالة اول ديسايل موجود عندي راح يكون نفسه البرسنتايل رقم 10 بهاي الحالة، وتقدر انت تصفط مجموعة اعداد وتجربها بيدك. النوع اللي احنا راح ندرسه حاليا اللي هو الكوارتايلز، اللي يقسم لي الداتا الى 4 اقسام متساوية، وبهاي الحالة راح يكون عندي 3 كوارتايلز اللي هو Q1 Q2 and Q3. ف Q1 اللي هو يقسم لي الداتا 25 قبل هذا الرقم و 75% بعد الرقم. ال Q2 راح يقسم لي الداتا الى 50% قبل هذا الرقم و 50% بعد هذا الرقم. طبعا ال Q2 هو نفس الميديان بهاي الحالة راح يكون، باعتبار انه هو يقسم لي الداتا الى 50% قبله و 50% بعده. اما ال Q3 فراح يقسم لي الداتا الى 75 قبله و25 بعده، 75 رقم يعني 75% من الارقام و25% من الارقام، قصدي يعني 75% من الارقام قبل Q3 و25% من الارقام بعد Q3. هذه بعض الفورمولاز اللي ممكن نستعملها لحساب مواقع الكوارتايلز Q1 Q2 والQ3. من نحسب الكوارتايل اللي هي Q1 Q2 Q3 نقدر نحسب بارامتر آخر اللي هو يسمونه الانر كوارتايل رينج، واللي هو عبارة عن Q3 ناقصا Q1. بعد ما نحسب الانر كوارتايل، البارامتر الثالث اللي يخص الميجرز اوف فاريشن اللي هو الستاندرد ديفيشن. والستاندرد ديفيشن هو من البارامترات المفيده والمهمه جدا في حسابات الستاتستكس، واللي تنطينا صوره واضحه عن كيفيه انتشار الداله او انتشار الداتا او توزيع الداتا. هذه ايش قد هذه الداتا جاي تتقارب من المين فاليو، او ايش قد هذه الداتا يعني متباعده عن المين فاليو. فكلما كبر قيمه الستاندرد ديفيجن معناها هذه الداتا منتشره بشكل متباعد عن المين فاليو، وكلما صغر الستاندرد ديفيجن فمعناها انه الداتا اللي موجوده عندي هي منتشره بشكل متقاربه من المين فاليو. يعني معناها الارقام كلها اللي موجوده عندي لما يكون الستاندرد ديفيجن قليل، معناها الارقام اللي موجوده بهذا السيت او هذا الجروب من الداتا هن كلهن قريبات من قيمه المين فاليو. اما اذا كان الستاندرد ديفيجن
كبير، فمعناها هذه المجموعة من الأرقام اللي موجودة عندي بهذا السيت أو هذا الجروب هن أرقام مو قريبات من المين فاليو، وإنما بعيدات متباعدات عن المين فاليو ومختلفات. طبعا حساب الستاندرد ديفيجن شوية يكون يعني مطول، يعني مو مثل البارامترات اللي سبقته. الرمز مالته هو small s، وبالحاسبات الساينتفك كالكوليترز راح تشوفون ايضا اكو الاس اكس اللي هو يشير الى الستاندرد ديفيجن. من اجل حساب الستاندرد ديفيجن اكو خطوات ثابته، تقدر باستخدام هذه الخطوات تحسب الستاندرد ديفيجن. احنا عندنا مجموعه من الداتا، اول شيء راح نسويه لما نريد نحسب الستاندرد ديفيجن هو حساب المين فاليو. فراح نحسب المين فاليو بالنسبه للمجموعه مالت الداتا هذه اللي عندي، بعدها راح نطرح قيمه المين فاليو من كل داتا فاليو موجوده عندنا. يعني اذا كان عندي مثلا 10 ارقام راح اطلع المين فاليو، انه بطرح من المين فاليو من كل رقم من هذين الارقام العشرة. بعدها اربع الناتج اللي يطلع لي مال الفرق بين كل رقم من الارقام مع المين فاليو، واجمعهن كلهن، وبعدها اقسمهن على عددهم ناقص واحد، يعني اذا كان 10 فاقسمهن على 9، وبعدها اخذ السكوير روت. طبعا قبل لا اخذ السكوير روت البارامتر اللي يطلع لي يسمونه الفارينس، واذا اخذت السكوير روت لهذا الرقم راح يطلع عندي الستاندرد ديفيجن. اذا الستاندرد ديفيجن هو السكوير روت اوف فارينس، وهذا هو هذه هي المعادله التي تصف الستاندرد ديفيجن، فرق بين كل رقم من الارقام اللي موجوده بالسيت مع المين فاليو، تربيع، اجمعهم واقسمهم على عددهم ناقص واحد. هذا هو الفارينس، انه اخذ الجذر التربيعي الى يطلع عندي الستاندرد ديفيشن. اذا ناخذ فد مثال مبسط عن هذا الموضوع، عندي مجموعه، طبعا اذا كان عدد الداتا كبير فمن الصعب حساب الستاندرد ديفيشن مانيوالي، ونستخدم عاده الكالكوليترز، لكن إذا طلب من عندنا إنه نحسب الستاندرد ديفيجن فعادة يعطونا مجموعة من الأرقام قليلة ما تتجاوز الستة أو السبع أرقام، ماكسيمم 10 يعني، لأنه كل ما زيد عدد الأرقام راح تصير عندي عملية مطولة وراح يصير عندي نسبة خطأ أكثر. المثال there are 5 teenage girls their ages are 12, 15, 14, 17, and 19 years old, find the mean and standard deviation of their ages. طريقة حساب ال standard deviation، أول شيء راح آخذ هذني الأرقام أطلع المين فاليو مالتهن، فالمين فاليو هو عبارة عن 15.4. أطرح المين فاليو هذا من كل رقم من هذني الأرقام اللي موجودات عندي، فمرة هذه 12 ناقص 15.4 15 ناقص 15.4 14 ناقص 15.4 و17 ناقص 15.4، وهكذا أطرح كل رقم من هذين الأرقام من قيمة المين فاليو. بعدها ناتج الطرح هذا راح أربعه فيطلع عندي التربيع. هسه أجمع هذين النواتج اللي طلع لي راح يطلع الناتج 29.2. بعدها اخذ هذا ال 29.2 اقسمها على عددهم ناقص واحد، هم عددهم خمسه، خمس ارقام، فاقسمهم على خمسه ناقص واحد يعني اربعه، ف 29.2 تقسيم اربعه راح يطلع لي هذا الرقم اللي هو الفارينس. اخذ الجذر التربيعي لهذا الرقم اللي هو 7.3 راح يطلع لي الستاندرد ديفيشن. ذكرنا في بداية حسابنا للمين فاليو انه اكو ارقام تؤثر على قيمة المين فاليو، سميناها الاوتلايرز، قلنا هي عبارة عن اكستريم فاليوز، ممكن تكون قليلة جدا او بعيدة، يعني كبيرة جدا بحيث تكون بعيدة عن المين فاليو. هذه الارقام هذه الارقام عادة تؤثر بشكل كبير على
حساباتنا وخاصة حسابات المجر أوف سنتر. لذلك يجب أنه دائما لما نحسب الستاتستيكس لازم نحسب هل أنه موجود عندنا أوتلايرز أو ما موجود عندنا أوتلايرز، حتى نعرف أنه من ننظر إلى القيم اللي موجودة عندنا بالنسبة إلى المجر أوف سنتر أو بالنسبة إلى المجر أوف فاريشن، راح نقدر نكون صورة واضحة عن هذه الداتا. طريقة حسابنا للأوتلايرز انه لازم تكون مو اكبر من 1.5 في قيمة الانر كوارتايل رينج. احنا عرفنا شلون نحسب الانر كوارتايل رينج، فراح نضربه في 1.5. لازم يكون عندنا الرقم هذا ليس اقل، يعني اقل رقم بيهم مو اصغر من 1.5 في IQR اللي هو الانر كوارتايل رينج، ولا يكون الأكبر من 1.5 في الـ IQR. يعني معناها نرتب الأعداد تصاعديا أو تنازل، يعني تصاعديا من أصغر رقم إلى أكبر رقم. أشوف أول رقم، أحسب الـ Inner Quartile Range أضربه في 1.5، وأشوف الـ First Quartile. First Quartile ناقصا الـ 1.5 في الـ IQR المفروض يكون مو، يعني الرقم اللي عندي هو أصغر رقم موجود مو أصغر من هذا المقدار، وإذا كان أصغر فمعناها هذا outlier. بالنسبة إلى أكبر رقم، إذا كان هذا أكبر رقم أكبر من قيمة الـ 1.5 في الـ IQR زائدا الكوارتايل الثالث، فمعناها هذا الرقم هو أيضا outlier. إذا كان لا، لا يحقق هذين الشرطين، فلا هو يعني outlier ب يعني قيمة قليلة، ولا هو outlier كقيمة كبيرة. يسمونه lower value outlier وال upper value outlier. الحد هذه يكفي اليوم بالمحاضرة، وإن شاء الله نكمل معكم بالمحاضرة القادمة. شكرا لحسن الإصغاء ومع السلامة.